تموت السنة دي على ايد حد من صحابك. تفتكر ابوكي ممكن يكون قال لحد في الفيلا انا مشيت ليه؟ بابا بطبعه كتوم، هو ما بيحبش حد يعرف عنه او عننا اي حاجه. طب تفتكر راح قال لمراته ايه سبب مشياني من الفيلا؟ لا ما اعرفش، بس اكيد يعني هي عارفه الحقيقه. ما تنساش انها اللي مسخناه اصلا. انت بتسال ليه؟ هقول لك. طب ممكن الست مرات ابوكي دي تكون راحت قالت للواد الجارد انا مشيت من الفيلا ليه؟ لا طبعا مش للدرجه دي. هي بيئه بس مش لدرجه انها تروح تحكي للجارد بتاعنا. وبعدين ايه اللي هيجيب بينهم الحوار ده اصلا؟ هقول لك، انا عايز الواد ده يجي لي هنا. هنا فين يا باسم؟ هنا. انت اتجننت؟ لا انا كنت مكلف الواد ده بحاجه يعملها لي. لو عرف يجيبها لي يبقى هنعرف نشتريه. حاجه ايه؟ مش مهم حاجه ايه، المهم انه يجي هنا. مش عارفه يا باسم، بس الحكايه دي مش مطمناني. حاسه انه ريسك انه يجي هنا، لانه لو الكلام ما عجبهوش مش بعيد يروح يقول لبابا اني مخبياك، وساعتها بابا هيتخانق معايا، وانا مش عايزه كده. انا معاك انه ريسك، بس تعالى نحسبها وبالعقل. هنكسب ايه لو الواد ده جه هنا؟ وهنخسر ايه لو ابوكي عارف؟ صباح الخير سعادتك. ولا صوتك ولا شكلك بيقول ان في حاجه خير. باسم غانم الجرحي موجود في فيلا المرحومه. مش بس كده سعادتك، الهانم الصغيره كانت عنده من شويه وانا شفتها بنفسي، وشفتها وهي خارجه ومتجهه ناحيه القريه. حد منهم شافك؟ لا. تؤمر بايه سعادتك؟ روح انت يا سليمان، انا هتصرف. بعدين سعادتك. يا سنان. طب خدي نفسك بس الاول. مات. قول لي مين الشيف اللي موجود في ريستوران كوتشينا النهارده؟ ميكيلي يا فندم. ميكيلي. كويس، قول له اعمل لنا 2 فيتوتشيني. حاضر يا فندم. مالك؟ مستغربه قوي كده ليه؟ اصل انا لقيت ان احنا لا بناكل مع بعض ولا بنتكلم حتى مع بعض. قلت اعزمك على الغدا. ولا انت اتغديتي؟ لا لسه. قولي لي عامله ايه بقى؟ أنا كويس. أنت على طول لخمة نفسك في الشغل كده. أعمل إيه؟ صاحب القرية زعل وحش وما بيرحمش. بس أنا ما يرضينيش كأب إن أنا أشوفك مضيعة عمرك كله في الشغل. عيشي سنك، اخرجي. ما تعزمي أصحابك اللي في الجامعة يجوا يقضوا وقت معاكي هنا. طب والشغل؟ طب ما أنا بشتغل أكتر منك، ومع ذلك عايش حياتي. اتجوزت وخلفت. أنا عايزك أنت كمان تحبي وتتجوزي. ولا الحاجات دي كلها مش موجودة في جدولك؟ بصراحة ما بتجيش على بالي خالص. يعني معقولة مفيش حد لفت نظرك؟ حد اهتم بيكي اهتميتي بيه؟ على فكرة ديمقراطي جدا، ممكن تفضفضي مش فاكرة حاجة. بابا أنا بجد مستغرباك، يعني هيكون في حد ومش هقولك؟ يعني أنتِ عمرك ما خبيتي عني حاجة؟ لا عمري. مش حاسة إنك أنتِ عايزة تقولي حاجة؟ لا عايزة أقولك على حاجة. عايزة أقولك إني بموت فيك. أنا كمان بموت فيك. مش عارف اشكر حضرتك ازاي على اللي عملتيه معايا امبارح. سيد دي 10 مره تشكرني فيها على فكره. اصل حضرتك طلعتي جدعه قوي اكتر ما بيقولوا. هما مين بقى اللي بيقولوا؟ يعني الناس والشغالين اللي هنا. وبيقولوا ايه بقى؟ يعني بيقولوا ان حضرتك غير البي وبنته. يعني ايه بقى؟ ما تاخديش في بال سعادتك، شغالين ما راهمش غير رغي. لا بجد انا عايزه اعرف. انا افرق فيها عن سالم وبنته.
لا مؤاخذة يعني، بيقولوا إن حضرتك طيبة، إنما البي وبنته يعني مش. يا فندم أنا قلت لسعادتك دي ناس ما وراهاش غير الرغي، هو في زي البي وطيبته ولا بنته وتواضعها؟ يا فندم اسأليني أنا، شغالين دي ناس واطية. مش تقول لي يا اخي انك انت ما عندكش فلوس تنزل في اوتيل ولا تاخد شقه؟ ايه؟ مش هتقفل الباب لحسن حد يبلغني انك موجود؟ الغريبه يا اخي ان انا اقترحت عليك انك انت تقعد في اوتيل عندنا وانت حسستني انك انت مش محتاج اي حاجه، بس اتضح انك محتاج، بس مش مني. مش فاهم. الغريبة برضو ان انا سألتك عن بسنت عملت لي فيها سبع رجالة في بعض، وانك ملك الاصول ولبست لي طربوش الاربعينات، وحسستني انك انت لازم تتنحنح وتقول يا ساتر عشان عرض بنت عمك، لحسن تكون قاعدة في الريسبشن وانت خارج من اوضتك. اتضح انك انت بتتنحنح فعلا، بس بشكل تاني. انا كنت انت مفيش فايدة فيك، عشان كده انا لا عايز اكلمك ولا اسمعك، ما بقتش تفرق. بس بقى المره دي ما تتسربعش وتكلمها على طول وتقول لها ان انا فوت عليك وقلت لك كذا وكذا وكذا. استنى لغايه لما ابعد بالعربيه شويه. نورت بيت مرات عمك. يا جمال باشا معلش انا هتعبك معايا في خدمه، في الحقيقه ما حدش يقدر يعملها غيرك. يا ترى معاك ورق وقلم؟ باسم غانم الجرحي. ايوه ابن اخويا، هو اصلا كان عنده مشكله كده في كندا قبل ما يرجع مصر، وكنت عايز اعرف الانتربول حاطط اسمه على النشره الحمراء ولا لا. شكرا معليك، في انتظار تليفونك. مع السلامه. اهلا اهلا، ايه المفاجاه الجميله دي؟ أنا آسف إنها من غير ميعاد. أنت الوحيد في العالم اللي مسموح له يجيلي في أي وقت. ما تقعد. لا معلش، عندي حاجات كتير قوي مهمة لازم أعملها، بس كان لازم أجي أتكلم معاكي في حاجة ضروري. خير؟ كنت عايزك تزوري بسنت، بس تعمليها كأنها زيارة ودية يعني، وتشربي معاها فنجان قهوة وتشوفي لي الفنجان بتاعها. بس كده؟ وحساب الفنجال عليا. والله تصدق كنت خايفة لما تدفعش. عموما حاضر، هروح لها بس عشان انت امرت بكده، وقريت الفنجال ده هتكون كادو مني ليك عشان اثبت لك اني مش كل اللي بينا فلوس وبس. متشكر. تحب اروح لها امتى؟ في اقرب وقت يناسبك. حاضر، متشكر، مع السلامة. سليمان أنا عايز أخلص من باسم، مش عايزه يظهر هنا تاني في الغردقة ولا في أي مكان تاني. نهائي؟ نهائي يا سليمان، بس المرة دي بقى من غير ولا غلطة. أمر سعادتك.